السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة والطالبات التعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات البرامج التعليم الفني في التلفزيون المصري. حلقة اليوم مخصصة لطلبة الصف الثاني الثانوي الصناعي قسم تبريد وتكييف الهواء. هنشتغل مع بعض مادة تكنولوجيا التكييف. ابتدينا الحلقة السابقة في مادة تكنولوجيا التكييف وتعرفنا على مجالات استخدام تكييف الهواء، وعرفنا اللي هو بيستخدم للأشخاص للراحة، وبيستخدم تكييف الهواء للصناعة وللتجارة والزراعة في مجالات كتير حتى في الطب، وذكرنا تلك هذه المجالات. اتكلمنا على أهمية تكييف الهواء، وابتدينا على شغل الخريطة السيكرومترية اللي هو بيعتمد شغلنا السنة دي عليها اعتماد أساسي. النهارده هنكمل الشغل على الخريطه السيكروتيه. عايزين محتاجين ان احنا نركز كويس جدا في بعض المصطلحات اللي احنا هنقولها النهارده اللي هي هتفيدنا على مدار العام. نبتدي مع بعض الخريطه السيكروميتريه. اول حاجه عايزين نتعرف على مجموعه الخطوط الموجوده على الخريطه السيكروتيه. الخريطه السيكروتيه فيها مجموعه خطوط كتير جدا. لو انت جيت بصيت على الخريطه، لا في البدايه تتوهم، موضوع كبير، ده خطوط كتير، ده ارقام كتير. لا، احنا النهارده ان شاء الله هنبسط الموضوع، هنشتغل واحده واحده، هنشتغل على خط خط وهندي امثله على الكلام دوت ونشتغل على الخريطه. نبص مع بعض مجموعه الخطوط الموجوده على الخريطه السكنتريه. طبعا زي ما احنا عارفين في خطوط ثبات درجات الحراره الجافه، خطوط ثبات درجات الحراره المبتله، في خطوط ثبات درجه الحراره نقطه الندى، خطوط ثبات الرطوبه النوعيه، خطوط ثبات الحجم النوعي، خطوط ثبات الرطوبه النسبيه، واخيرا خطوط ثبات الانصلبي. نيجي مع بعض، انا محتاج السلايد اللي موجود امامنا على الشاشه نفهمه كويس جدا. انا حاطط لك كل حاجه، يعني مثلا بقول لك درجه الحراره الجافه الرمز بتاعها، الوحده بتاعتها اسمها او المصطلح بالانجليزي اسمه ايه، التعريف بتاعه. فنهتم شويه بالسلايد دوت، نبص كده مع بعض. اول حاجه عندي درجه الحراره الجافه. درجه الحراره الجافه بعرفها درجة الحرارة التي تقاس بالترمومتر الجاف. بالترمومتر الجاف يبقى أنا كده بقيس درجة الحرارة الجافة. طب دي معناها بالإنجليزي dry bulb temperature. dry bulb temperature. dry يعني حاجة جافة، البالب اللي هو المستشعر، التمبريتشر اللي هي درجة الحرارة زي ما احنا عارفين. طيب دي الرمز بتاعها ايه؟ تي دي بي. تي اللي هي تمبريتشر اللي هي درجة الحرارة، الدي اللي هي دراي، البي اللي هي البالب، تبقى تي دي بي. بعد كده لما نيجي نشتغل مع بعض على الخريطه السيكرومتريه محتاج انا اقول لك ايه؟ درجه الحراره الجافه تكتب على طول تي دي بي. ماشي؟ مش هنقعد بقى نكتب بالعربي درجه الحراره الجافه بتساوي كذا. هنتعامل على طول بالاكواد. بعد كده طب درجه الحراره الجافه انا بقيسها، بقيسها بايه؟ ايه الوحده بتاعتها اللي بتتقاس بيها؟ درجه الحراره المئويه. بكتب لما ميم لما بكتب سي اللي هي سيليزيوس. نخش بعد كده على تاني حاجة، درجة الحرارة الرطبة. هو في درجة حرارة جافة وفي رطبة، ايه هي بقى الرطبة ديت؟ دي درجة الحرارة التي تقاس بالترمومتر المبتل. يعني ترمومتر بيبقى عليه قطعة من القماش مبتلة، وبالتالي لما اجي اقيس درجة الحرارة فبتقيس لي درجة الحرارة الرطبة اللي موجودة في الجو. طيب دي بالانجليزي بقى بقول عليها ايه؟ ويت بالب تمبريتشر. ويت يعني حاجة مبتلة، بالب اللي هو المستشعر، تمبريتشر هي درجة الحرارة. طيب الكود بتاعها أو الرمز بتاعها اللي أنا باجي أكتبه تي دبليو بي. تي اللي هي اختصار لتمبريتشر اللي هي درجة الحرارة، دبليو ويت، بي اللي هي بالب. طيب أنا بقيس درجة الحرارة طبعا بإيه؟ بقيسها طبعا بالسيليزيوس اللي هي درجة مئوية، أو بقيسها فرنهايتي بس احنا هنشتغل بالايه؟ بالمئوي اللي هو سيليزيوس. تالت حاجة أو تالت نقطة هنشتغل عليها نقطة الندى. إيه نقطة الندى؟ كنا احنا عرفناها في الحلقة السابقة، دي درجة الحرارة اللي بيتكثف عندها بخار المية. درجة الحرارة اللي بيتكثف عندها بخار المية. طب أنا هديك أمثلة على حتة إيه بيتكثف عندها بخار المية. لو احنا مثلا جبنا ازازه من البلاستيك مثلا ميه وحطيناها في الفريزر فتره ساعه ساعتين ثلاثه اربعه، المهم طلعتها مجمده، بعد فتره بلاقي فيه ميه اتكونت عليها على السطح الخارجي. الميه دي جت منين؟ دي الميه دي تكثف بخار الميه الموجود في الهواء الجوي. ده بخار الميه اللي اتكثف. نقطه الندى طيب بالانجليزي بتاعي اسمها ديو بوينت تمبريتشر. ديو بوينت تمبريتشر الرمز بتاعها تي
دي بي، تي دي بي، ديو بوينت تمبريتشر. طيب بتتقاس بايه؟ بتتقاس بالدرجه الحراره اللي هي السيليزيوس، اللي هي درجه الحراره المئوي. بعد كده عندي الرطوبه النسبيه، نبص مع بعض. الرطوبه النسبيه هي النسبه بين بخار الميه الموجود في 1 متر مكعب من الهواء الى بخار الميه الموجود في 1 متر مكعب من الهواء المشبع. طيب ريليتيف هيوميديتي اللي هي الكود بتاعها اللي هو الار اتش، دي بتتقاس في الميه، في الميه يعني مثلا 50% 40% 30% دي اللي هي الرطوبه النسبيه. بعد كده عندي الرطوبه النوعيه، نسبه كتله بخار الميه الموجود في كتله الهواء الجاف، ديت الكود بتاعها او الرمز بتاعها W. W. طب الوحده بتاعتها، ده انا بقول خلي بالك الوحده بتاعتها جايه من ايه؟ جايه من التعريف بتاعها. بقول لك ايه؟ نسبه كتله بخار الميه الموجود في كتله الهواء الجاف، يعني هي كتله على كتله، كتله بخار ميه على كتله الهواء الجاف. عشان كده بقول ايه؟ كيلو جرام ميه على كيلو جرام هواء زي ما احنا شايفين. بعد كده النقطه، الحجم النوعي. الحجم النوعي هو حجم الهواء الموجود لكل 1 كيلو جرام هواء. طب ايه الكود بتاعه؟ الفي. ايه اليونت بتاعتي او الوحده بتاعتي او بقيسها بايه؟ بالمتر مكعب لكل كيلو جرام. اخر حاجه الانثالبي. الانثالبي اللي هو الاتش اللي هو الرمز بتاعه، الوحده بتاعتي كيلو جول لكل كيلو جرام. طب احنا كده اتعرفنا على الاكواد اللي عندي، وعرفنا عرفنا الفرق بين درجه الحراره الجافه والرطبه، نقطه ندى عرفناهم من بعض. حتى لو جالك تعريف عرف لي كذا، فاحنا خلاص احنا فاهمين من السلايد دوت، عرفنا الحاجه وعرفنا تعريفها وعرفنا المصطلح بتاع الانجليزي بتاعها وعرفنا اهم حاجه وحدتها والرمز بتاعها. لان بعد كده اجي اقول لك الرطوبه النسبيه مثلا 50، هتكتب 50 جنبها ايه؟ في الميه. الرطوبه النسبيه 50%. بقول لك مثلا الحجم النوعي بقى إيه؟ الحجم النوعي اللي هو ايه؟ اللي هو الفي. طب بيتقاس بايه؟ بالمتر مكعب لكل ايه؟ كيلو جرام. نكمل مع بعض. برضو بنتك على موضوع الرمز والوحده، درجه الحراره الجافه اللي هي تي دي بي، والوحده بتاعتها درجه الحراره المئويه. بعد كده ده شكل الخريطه السيكرومتريه زي ما هو واضح امامنا على الشاشه. الخريطه السيكرومتريه ده المنظر، هنلاقي بص مجموعه خطوط كبيره جدا وكتيره جدا. طب لو انا مش فاهم الخريطه السيكرومتريه، موضوع هيبقى صعب جدا ان انا افرق الموضوع النقط ديت او الخطوط ديت عن بعضها البعض. طب نيجي نمسك بقى ايه؟ ندرس كده مع بعض خط خط. ايه الخطوط ديت؟ الخطوط الرأسيه اللي احنا شايفينها دي درجه الحراره الجافه اللي هي تي دي بي، دراي درجه الحراره الجافه زي ما احنا شايفين، خط رأسي. بعد كده درجه الحراره المبتله اللي هو الخط المايل اللي هو الشرط الحمراء دي. بعد كده الرطوبه النسبيه اللي هي الخطوط المايله، هتلاقي جنبها موجود في الميه. بعد كده الرطوبه النوعيه، الخطوط المايله دي، وهتلاقي الوحدات بتاعتها او القيم بتاعتها موجوده هنا في الجنب. بعد كده الحجم النوعي، الوحده بتاعته متر مكعب لكل كيلو جرام. عندي هنا الانثالبي، هي تقريبا نفس الخطوط بتاعه درجه الحراره الرطبه، ولكن هتلاقي الايه؟ القيم بتاعتها موجوده فوق. عندي الديو بوينت تمبريتشر اللي هي نقطه الندى اللي هي الخطوط المايله، نفس الخطوط اللي انا بجيب بيها الرطوبه النوعيه. باجي على الخط ده، خط التشبع، وبجيب درجه الحراره من عليها. نشوف بقى مع بعض الصورة دي بتجمع كل الخطوط الموجودة على الخريطة السيكرومترية. الخط الأحمر ده درجة الحرارة الجافة. الخط ده اللي هو الأفقي ده بجيب منه حاجتين، بجيب هنا الرطوبة النوعية وبجيب هنا نقطة الندى. تمام كده. عندي هنا بجيب الحجم النوعي اللي هو الخط الأخضر ده. عندي هنا ده بجيب بيه درجة الحرارة الرطبة زي ما احنا عارفين، وهوريها لك دلوقتي على مثال، وهن ايه
هنشوفه مع بعض واجيب منه برضو الانصال. طب نبص مع بعض كده، تعالى نعمل مثال. انا حطيت نقطة على الخريطة، النقطة اللي احنا شايفينها دي، محتاج اجيب كل خواص الهواء اللي موجودة على الخريطة. نبص مع بعض، ادي حطيت النقطة او حطيت صباعي مثلا على الخريطة هنا، انا عايز كل حاجة تخص الهواء خلال النقطة دي. اول حاجة جبتها درجة الحرارة الجافة، دراي بالب تمبريتشر. طيب اجي اهي، انا نزلت خط رأسي لحد هنا، لقيت القيم بتاع درجة الحرارة الجافة عليه هنا 35، هي الشرطة اللي بعد ال 35 يعني 36 درجة حرارة مئوية سيليزيوس. بعد كده دي كده أول حاجة اللي هي درجة الحرارة الجافة. بعد كده الخط المايل زي ما أنت شايف ده، بجيب بيه درجة الحرارة الرطبة ويت بالب تمبريتشر كام. نبص كده مع بعض، أدي خط هنا قبل الخط ده، أبص هنا ألاقي ديت عندي 20، دي 25، 26، 27، 27 درجة مئوية. نبص مع بعض، نفس الخط أكمل لحد فوق وأجيب الإنصالبي، الوحدة بتاعته كيلو جول لكل كيلو جرام. الإنصالبي 85 كيلو جول لكيلو جرام زي ما احنا شايفين كده. الرطوبة النسبية، الخطوط اللي هي المايلة دي هي واقعة على الخط ده، الخط دوت هتلاقي مكتوب عليه 50%. نقطة الندى اللي هو الخط اللي هو بالعرض اللي انا عن طريق، لو انا اتحركت يمين بجيب هنا الرطوبة النوعية، لو انا اتحركت هنا شمال بجيب نقطة الندى. نقطة الندى عندي هنا 24 درجة مئوية. الرطوبة النوعية زي ما قلت لك، يمين بجيب الرطوبة النوعية، هنا لو انا اتحركت على الخط شمال افقي بجيب هنا نقطة الندى. قيمة الرطوبة النوعية 19 من 1000 كيلو جرام لكل كيلو جرام، كيلو جرام مية على كيلو جرام هواء. هنا بعد كده اخر حاجة عندي الحجم النوعي، الخط المايل ده واقرا القيمة من تحت، الوحدة بتاعتي متر مكعب بير كيلو جرام لكل كيلو جرام. الحجم النوعي هنا كام بقى؟ نبص هنا لو انا جيت بصيت على القيمة دي هلاقي هنا 90 من 100، هنا بعدها تبقى مثلا 902 من 1000 متر مكعب لكل كيلو جرام. طب تعال بقى ناخد مثال على الخريطة السيكرومترية ونشتغل عليه. عندي مثال، هو في الخريطة السيكرومترية بيجيب لك عشان تقدر تجيب الخواص الهواء عند أي نقطة لازم يجيب لك معلومتين. احنا عندنا 7 حاجات او 7 قيم موجوده على الخريطه السيكرومتريه. عندك درجه الحراره الجافه والرطبه ونقطه الندى والرطوبه النوعيه والرطوبه النسبيه والحجم النوعي، ده كله موجود على الخريطه السيكرومتريه. عشان تحدد نقطه لازم يبقى عندك تقاطع لخطين، يبقى لازم يبقى عندي معلومتين. يديك اي حاجه، يديك مثلا درجه الحراره الجافه، يديك درجه الحراره الرطبه مع الانصالبي، يديك حاجتين من خلالهم هتعمل الخط ده وتعمل الخط ده يتقابلوا في نقطه، هي دي النقطه اللي انت هتجيب عندها كل الخواص. فانا ممكن اقول لك ايه، درجه الحراره الجافه مثلا 25، درجه الحراره الرطبه مثلا 30، تعمل الخط ده مع الخط ده يتقابل في نقطه، هي دي النقطه اللي انت هتشتغل عليها، اللي انت هتجيب عندها بقيه الخواص، اللي انت هيبقى المطلوب منك لما نديك حاجتين هتجيب انت باقي ال5 حاجات اللي ايه اللي موجودين على الخريطه. طب هنيجي ناخد مثال مع بعض نطبقه على الشاشه ونوريه لك، وبعد كده نشتغل على الورق المعني. نبص مع بعض، جاب لك هنا مثال بيقول لك درجه الحراره الجافه اللي هي تي دي بي، احنا بعد كده مش هنتكلم بقى نقول درجه الحراره الجافه واكتبها بالعربي، لا هنكتب لك الايه الرمز على طول ماشي، وتحت الوحده درجه الحراره الجافه قال لك 42 درجه مئويه ماشي. بعد كده اداك درجه الحراره الرطبه اللي هي ويت بالب تمبريتشر اديها لك 22 درجه مئويه. كده اداك حاجتين، انت بقى عن طريق الحاجتين دول المفروض ان انت تجيب بقيه الخواص كلهم. طب تعالى كده ننفذها مع بعض، ادي شكل الخريطة. اول حاجة هعملها هجيب درجة الحرارة الجافة
زي ما قلنا درجة الحرارة الجافة اللي هي الخطوط بتاعتها اللي هي الخطوط الرأسية. نعمل خط رأسي عندي ايه 42، ادي 41، ادي 42 كده مظبوط. نبص بعد كده لازم حاجة تانية او لازم خط تاني وقاطع هذا الخط، يبقى هي دي النقطة اللي انا هشتغل عليها. درجة الحرارة الرطبة 22 عند 22، ادي عندي 20، 21، 22، خط مايل لحد قاطع الخط ده. النقطة دي او نقطة التقاطع دي هي دي النقطة اللي المفروض ان انا هجيب عندها كل الخواص. ادي كده تروح جاي عامل بقى ايه نقطة عند التقاطع ده، هي ده الشغل كله. المفروض عند النقطة دي اجيب بقية الخواص، ودوت الامثلة اللي هتلاقيها كتير موجودة معانا. طيب تيجي نعم بقى نشتغل مع بعض كده، نجيب بقى بقية الخواص. ايه اللي ممكن اجيب اول حاجة؟ نبص مع بعض. اول حاجة اجيبها الانصلبي، او الخط ده انا كده كده كنت عامله، انا هرفعه لفوق واجيب الايه قيمة الانصلبي. قيمة الانصلبي هنا تقريبا 65. نخلي بالنا واحنا شغالين، مش المفروض ان احنا كلنا هنجيب درجات حرارة واحدة او كلنا هنجيب قيم واحدة، لا، المفروض احنا في فروق في الشغل، وفي درجات هنا قريبة جدا من بعض. يعني مثلا 65 و2 من 10، 66، 67، مش المفروض كلنا هنجيب نفس القيمة، بس هنبقى ايه قريبين من بعض. مش انا مثلا اجيبها اطلعها 60 وحضرتك هتطلعها لي 90، في لا في فرق كده كبير، كده في غلط في الحل. طب نكمل مع بعض. خدنا درجة الحرارة الجافة الرطبة، خدنا الانصلبي، بعد كده عايز ايه؟ عملت الخط الافقي، وانا قلت لك اول ما تعمل الخط الافقي هتطلع قيمتين على طول، هتطلع الرطوبة النوعية وهتطلع نقطة الندى. يبقى عند النقطة اللي انا طلعتها اخد خط بالمسطرة، خط بالعرض ولا طالع ولا نازل، هيقابل دلوقتي عند الرطوبة النوعية اجيب القيمة بتاعتها، وقابل خط التشبع بتاع درجة الحرارة واجيب ايه قيمة درجة حرارة نقطة الندى. نبص مع بعض نقرأ بقى القيم. لما انا جيت خط الخط بالعرض اجيب هنا الرطوبة النوعية لقيتها كام؟ عندي الرطوبة النوعية 8 من 1000، وعندي هنا لو روحت الناحية التانية اجيب نقطة الندى الاقيها 11 درجة حرارة مئوية. كويس جدا، يبقى عندي درجة الحرارة الرطبة وعندي درجة الحرارة الجافة، الاتنين مع بعض اتقطعوا في نقطة، هي دي النقطة اللي انا محتاج اجيب الخواص بتاعة الهواء كله عند النقطة ديت. اول حاجة جبتها كان الانصلبي، وبعد كده لما عملت الخط بالعرض جبت الرطوبة النوعية وجبت نقطة الندى. كويس جدا، نكمل. جينا بقى عملنا الخط المايل اللي هو بتاع الايه الرطوبة النسبية. ابص هنا اقرا بقى قيمة الرطوبة النسبية، تقريبا هي مش في النص، هي بعد النص. يعني مثلا انا عندي ديت 10 وديت عندي 20، يبقى هنا في النص تبقى 15، هي بعد ال 15 بحاجات بسيطة، يعني ممكن نقول ايه 16%، تبقى اجابتها صحيحة. طب واحد طلعها 14، 15، 17، الرينج ده معقول، بس ما حدش يطلعها لي حاجة و20 اللي هي بعيدة عن ال20 خالص. بعد كده اخر حاجة بقى عايز اجيب ايه الحجم النوعي، الحجم الايه النوعي. انا بص كده مع بعض انزل خط كده اشوف هنا كانت 90 من 100، لا ده هي في النص بين ال 90 من 100 و 91 من 100. يبقى اول حاجه اكتبها عشان انا ما اتلخبطش، عشان في ناس بتتلخبط كتير، في ناس تكتبها ايه 90.5%، الكلام ده كلمه اساسا غلط اللي هي تتكتب. يبقى اول حاجه اكتبها 90 من 100، وبعد كده ازود عليها رقم في الاخر اللي هو الرقم التالت ده على حسب بعده بين الرقمين. هنا هنلاقيه تقريبا في النص بين الرقمين دول، يبقى اكتب ايه 90 من 100 وازود بعد كده 5 تبقى 905 من 1000، دي القيمه الصح. طب احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ تعال بقى نطبق الكلام ده معايا على الخريطة. نبص مع بعض، عندي خريطة هنشتغل عليها، نحط القيم، وتعالى ايه هنجيب لك درجة الحرارة الجافة ودرجة الحرارة الرطبة زي ما اشتغلنا كده على الكمبيوتر. تعالى بقى نشتغلها على ورقة واحدة واحدة كده مع بعض. أول حاجة قال لي درجة الحرارة الجافة 42. نبص كده مع بعض، فين درجات الحرارة الجافة؟ هي القيم دي 10، 15، 20، 25، 30، 35، هكذا لحد 55، هي دي درجات الحرارة الجافة. الخطوط بتاعتها اللي هي الخطوط الرأسية،
الخطوط الرئيسية دي خطوط درجات الحرارة الجافة. طيب أنا عندي درجة الحرارة الجافة قد إيه؟ نبص كده، كانت درجة الحرارة الجافة 42. 42 نبص كده مع بعض، أنا عندي هنا ال 40 أهي، 41 أهي، 42 أهي، هي دي. أقوم عامل إيه؟ عندها وأقوم عامل خط رأسي على نفس الخط، تمام كده؟ عندي ال 42. طب كويس، بعد كده اداني معلومة قال لي درجة الحرارة الرطبة كانت 22. 22 نبص كده بقى، درجة الحرارة الرطبة ادي عندي هنا 5، 10، 15، 20، 25 وهكذا. الخطوط بتاعتها اللي هي الخطوط المايلة دي اللي هي كده. طيب قال لك درجة الحرارة الرطبة كام؟ 22. 22 نبص كده مع بعض، عندي ادي 20، 21، 22، هي ده. طب اعمل ايه؟ اخدهم خط مايل اللي هي الخطوط المايله بتاع درجه حراره الرطب. تمام، اطلع بقى فوق شويه بالخط كده، انا عندي هي دي النقطه اللي انا عايزها، يبقى تقاطع الخطين من خلالها طلعت النقطة. هي النقطة دي عايز بقى ايه؟ الخواص كلها عند النقطة دي. طيب أول حاجة جبناها احنا كده كده كان معطى عندي 42 درجة حرارة جافة و22 درجة حرارة رطبة. طيب الخط بتاع درجة الحرارة الرطبة هنطلع بيه شوية كده لحد هنا. ايه الدرجات دي؟ ده الانسالبي. حتى هتلاقي هنا مكتوب ايه؟ كيلو جول لكل كيلو جرام. حتى لو انا اتلخبطت او انا نسيت، نبص على الوحدة دي، كيلو جول لكل كيلو جرام، ده كده انا بتعامل مع ايه؟ الانسالبي. طب قام طالع كده واقرا القيمه اللي هنا دي كام؟ الانسالبي هنا تقريبا 65. يبقى اول حاجه الانسالبي احنا هنا درجه الحراره الجافه نكتب هنا كانت المعطى عندنا 42، وهنا الرطبه كانت 22، طلعنا هنا الانسالبي 65. طيب عايز بقية الخواص، عايز هنا هنا وهنا وهنا، نبص مع بعض، عندي انهم عاملين خط افقي من النقطة دي نعمل خط كده افقي كويس جدا. ايه ده بقى؟ انا من الخط ده هجيب حاجتين، هجيب هنا الرطوبة النوعية واجيب هنا نقطة الندى. نبص كده مع بعض، نقطة الندى تقريبا 11، ادي 10 اهي ودي 11، يبقى انا كاتب كده نقطة الندى 11. طيب نجيب ايه بقى؟ الرطوبة النوعية. الرطوبة النوعية نبص كده مع بعض، ده هنا ايه؟ 8 من 1000 وهنا 9 من 1000. طب هي بعد ال 8 من 1000 بشويه، خلي بالك احنا لما عملناها على الكمبيوتر هي طلعت طلعناها 8 من 1000، بس اللي جينا عملناها على الورق دي طلع بعد ال 8 من 1000 بحاجات بسيطه. اول حاجه اعملها في الرطوبه النوعيه اقوم كاتب اول حاجه 8 من 1000، هي بعد ال 8 من 1000 بحاجات بسيطه ماشي. طب في النص اقوم كاتب 5، طب قبل النص اكتب بقى 2 3 على حسب هي قريبه ولا بعيده، لا هي تقريبا 2 بالشكل ده. في ناس ممكن تعملها 8 من 1000، هو الفرق بسيط جدا بس تمشي مفيش مشكله. خلاص فاضل لي ايه بقى؟ الرطوبه النسبيه. الرطوبه النسبيه انا عندي ده خط الرطوبه النسبيه اللي هو الخط ده وعندي ده. طب النقطه واقعه فين؟ ده واقع بين الاثنين، ولا على ده ولا على ده. طب ده اجيبها ازاي؟ عندي دي 10% وعندي دي 20%، يعني النص بتاعها 15%، بس هي بعد النص، ممكن نقول ايه 16 او 17%، 16 او 17% ماشي، نكتبها 16%. بعد كده فاضل لي ايه؟ الحجم النوعي. هجيبه ازاي الحجم النوعي؟ دي الخطوط المايله، نبص كده مع بعض بقى، دي لازم مسطره. الخطوط المايله بالشكل ده، ومعمل خط كده
ونزل لتحت. ايه ده بقى؟ عندي هنا طبعا الحجم النوعي اللي هو السبيسيفيك فوليوم 9 من 100، وعندي هنا 91 من 100. طب دي ايه وقع على ايه؟ ده وقع بين الاتنين. طب اكتبها ايه؟ قلت اول حاجة تكتبها القيمة الصغيرة اللي هي 90 من 100. طب بس هي مش واقعة على 90%، دي هي واقعة بالنص بين 90% و91%، يبقى احط ايه؟ 5. يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده عندي في المسألة لازم اشتغل فيها ببساطة وبعقل، ولازم اكون فاهم الخريطة كويس جدا ومتدرب عليها. يعني انت مثلا بتنزل النسخة، طبعا شغل الخريطة السكنتية مش معتمد على طالب صنايع ولا لا، انت في الكلية بتاخدها، حتى لو اشتغلت بره بعد كده بتدرس الكلام دوت. لا، موضوع مهم جدا، الخريطة من اساس شغل التكييف، لان بعرف عندها شغل او درجات الحرارة الخارجية والداخلية، وبعرف لما اجي اعمل ديزاين لتكييف مركزي لازم محتاج الكلام دوت، حالة الهواء ايه، الرطوبة قد ايه. فالموضوع موضوع مهم. فدلوقتي عايز اتدرب على الموضوع ده ازاي؟ لا، انا اطبع مثلا الخريطه ديت 5 نسخ 10 نسخ، واقعد اتدرب عليها وامسك امثله، وبالامثله ديت وبالاجاباتك لا هتتعلمها، وموضوع بسيط جدا ومفيش اي حاجه. اما بعيد لو انا الموضوع انا صعب عليا، صعب لان انا ما تدربتش او ما شفتش الخطوط دي بتاعت ايه، ما اعرفش الخط ده بتاع ايه، طبعا بالطريقه ديت الخريطه تبقى بالنسبه لك صعبه جدا. يبقى احنا محتاجين ان احنا نتدرب. احط لك مثلا ان شاء الله في اللينك بتاع اليوتيوب، احط لك انا اللينك الخريطة السيكومترية، اعمل لها داونلود واشتغل عليها، هتبقى معاك الموضوع موضوع بسيط جدا. نكمل بعد كده ناخد مثال تاني عشان نطبقه. عندي مثال تاني، انا بقى مش هجيب لك درجة الحرارة الجافة ودرجة الحرارة الرطبة، لا لا، انا هغير بقى شوية، هجيب لك نقطة الندى والرطوبة النسبية. ما مش موضوع اسطمبة، يعني ايه نقطة الندى عندي جبتها لك 25، الرطوبة النسبية جبتها لك 50%. المطلوب منك اللي انت هتجيب بقية خواص الهواء، انا جبت لك حاجتين، كمل انت بقى. طب تعال نمسك مع بعض كده على الكمبيوتر نشوف هتتحل ازاي. زي ما احنا شايفين عندي نقطة الندى 25، وعندي الرطوبة النسبية كام؟ 50%. طب المطلوب اللي احنا نجيب بقية الخواص. طب نشتغل واحدة واحدة كده مع بعض. خطوط نقطة الندى اللي هي الخطوط العرضية، عندي الخط بالعرض عند 25 واخد خط على طول، خط تقيل كده عشان اقدر اميزه من الخطوط دي. بعد كده انا عايز محتاج خط تاني عشان يقابل الخط اللي انا لسه رسمه ده، وبالتالي تبقى هي دي النقطة اللي أنا هشتغل عليها. هو مديك إيه؟ مديك الرطوبة النسبية 50%. 50%، طب نبص كده مع بعض بقى، يلا طلع لي 50%، أنا عملت أهو أدي خط وعملت الخط التاني، وبالتالي كده أنا عملت النقطة، هي دي النقطة اللي أنا هشتغل عليها أجيب بقية الخواص الهواء كلها. طيب واحدة واحدة، خلي بالك أنا عامل خط بالعرض عشان أجيب إيه؟ عشان اجيب نقطة الندى، هو كده كده مدالي معطى. طب لو انا كملت خط العرض دوت، الخط اللي بالعرض ده للاخر، اجيب الرطوبة النوعية. نبص كده مع بعض على طول، اول حاجة اعملها بعد طبعا انا خدت خط بالطول عشان اجيب درجة الحرارة الجافة، اول حاجة درجة الحرارة الجافة جبتها هواية في الاول مفيش مشكلة، عندي هنا 35 36 37 درجة الحرارة جافة. بعد كده ايه بقى الخط المايل ده؟ ده درجة الحرارة الرطبة اكيد عشان اجيبها. كام الرطبة قد ايه؟ عندك هنا 25 26 27 28، 28 درجة الحرارة الرطبة زي ما احنا ايه كتبناه. طيب نطلع فوق بقى شوية كده بالخط بتاع درجة الحرارة الرطبة، اجيب ايه؟ اجيب الانصلبي. كويس جدا، عليك نور. كام بقى اقرا قيمة كده؟ هلاقيها 90. 90 ايه؟ كيلو جول لكل كيلو جرام. بعد كده خدت الخط المايل، انزل لتحت، محتاج ان انا اجيب ايه؟ طبعا على طول
وانت مغمض عايز اجيب الحجم النووي، انزل تحت هنا. انا طبعا معمول لك الدرجات موجوده تحت عشان اجيب الحجم النووي. خلي بالك ان انت تنزل تحت كده تقوم جايب لي ايه درجه الحراره الجافه، لا طبعا الموضوع ده كده غلط. درجه الحراره الجافه للخطوط اللي ايه الرأسيه، الخطوط اللي هي المايله اجيب هنا ايه الحجم النووي، هو بين 90% وال91%. طب اكتب ايه؟ اول حاجه زي ما اتفقنا اكتب 90% الاول، بعد كده هزود بعدها ايه رقم. طب هي في النص اكتب 5؟ لا ده بعد النص، يعني ممكن اكتب ايه 7 او 8. زي ما عملت كده يبقى 908 من 1000. اخر حاجه اجيب الرطوبه النوعيه اللي هو الخط اللي هو بالعرض اهو، كام الرطوبه النوعيه؟ عندي 20 من 1000. طب تعالى بقى نطبق الكلام ده على الخريطة بتاعتنا. قلنا رطوبة نسبية 50%، نبص معايا 50% ومديك نقطة الندى 25، دي النقطتين اللي عندك. المفروض ان انا اجيب بها بقيه الخواص، اجيب درجه الحراره الجافه والرطبه والانصلبي، وبعد كده اجيب الرطوبه النوعيه والحجم النووي. طب نعمل حاجه حاجه كده. اول حاجه نقطه الندى، نقطه الندى قال لك كام؟ 25. نقطه الندى انا عارف الخطوط بتاعتها خطوط بالعرض، تمام؟ او نعملها بالخط الازرق عشان يبقى واضح شويه. كده ديت خط نقطه الندى. طيب وقال لك الرطوبه النسبيه 50%، فين خطوط الرطوبه النسبيه؟ عندك هنا 20 30 40 50، امشي مع ال 50 ده، هي دي النقطه لانها كده الخط ده، وبالتالي تبقى هي دي النقطة اهي، هي دي النقطة اللي انا هجيب عندها كل الخواص. طيب اول حاجة اجيبها بسيطة خالص، اجيب درجة الحرارة الجافة خط رأسي، واجيب التي دي بي. تي دي بي عندي هنا 35 وعندي هنا 40. طب دي كام؟ ادي 35، ادي 36، ادي 37، تبقى دي 37، يبقى درجة الحرارة الجافة 37. طيب ايه تاني؟ نجيب مع بعض، هات الرطوبة النسبية. الرطوبة النسبية احنا كده جايبينها، هي كانت موجودة 50، لا نجيب درجة الحرارة الرطبة، ادي خط مايل، نبص كده مع بعض. هنا اجيب درجة الحرارة الرطبة، ولو طلعت فوق هنا اجيب الايه الانصلبي. طب درجة الحرارة الرطبة هنا قد ايه؟ بص كده معايا، 25 26 27 28، يبقى درجة الحرارة الرطبة عندي هنا 28. بعد كده عايز اجيب الانصلبي، الانصلبي نبص كده معاه، انا عملت هنا خط عليها، دي 85 ودي 90، هو واقف على 90 بالظبط، يبقى عندي الانصلبي الهوا عندي 90. الوحده بتاعته لازم اكون محافظ زيها وعارف على طول وحده الانصلبي قد ايه، كيلو جول لكل كيلو جرام. فاضل لي ايه؟ فاضل لي الرطوبه النوعيه وفاضل لي الحجم النووي. الرطوبه النوعيه الخط اللي بالعرض اللي انا عامله ده بتاع نقطة الندى، امشي كده اهو، دي الرطوبة النوعية كام؟ 20 من 1000. بعد كده عايز اجيب اخر حاجة عندي اللي هو الحجم النوعي. الحجم النوعي الخطوط اللي هي المايلة بالطريقة ديت، بص كده مع بعض، ادي الحجم النوعي، امشي خط موازي
ما دام انا مش على الخط نفسه يبقى امشي موازي للخطوط اللي جنبه، اقرب خط ليا اللي هو الخط ده، اقوم اعمل كده واجيب الايه الحجم النوعي. الحجم النوعي اللي هو وحدته ايه؟ متر مكعب لكل كيلو جرام. طيب القيمه بتاعته قد ايه؟ نبص كده مع بعض. عندي هنا واقع بين 90% وال91%. طب اكتبها ايه؟ اول حاجه اكتبها زي ما احنا اتفقنا، اول حاجه 90%، اكتب كده 90%. بعد كده انا هزود رقم على اساس بقى ايه ده بعيد عني قد ايه عشان ما نتلخبطش، انا بجيبها لك بطريقه بسيطه عشان ما تتلخبطش فيه. عندي هنا لو في النص اكتب ايه؟ 5 بعد 90%. لا بس هو مش في النص، ده بعد النص، اما اكتب 7 او 8، اكتب 8 مثلا، يبقى 908 من 1000 اللي هو قيمة الحجم النوعي اللي هو بيتقاس بالمتر مكعب لكل كيلو جرام. طبعا احنا محتاجين ان احنا نتدرب على الموضوع ده كتير زي ما قلت عشان نقدر ما نتلخبطش فيها، او الموضوع بتاعنا يبقى سهل جدا. شغل الخريطة السيكرومترية شغل سهل جدا وممتع، يعني ايه الموضوع مش معتمد على حفظ، الموضوع كله معتمد على فهم مجموعة الخطوط الموجودة ديت، افهمها ابقى انا عارف الخط دوت ده درجة الحرارة الجافة، دي الرطوبة النسبية، ده الحجم النوعي، ابقى انا فاهم الخريطة وفاهم الخطوط وما بعرفش اتلخبط فيهم، لا لازم اكون مذاكرهم كويس واعرف الرمز واعرف الوحدة بتاعته ايه. يعني مثلا اقول لك مثلا 90 90 مثلا الانصال ب 90، اكتب جنب ال 90 ايه؟ اكتب الوحدة بتاعتها 90 ايه؟ كيلو جول لكل كيلو جرام. تمام؟ درجة الحرارة الجافة ما ينفعش اكتبها مثلا ايه 34%، لا ده كده انت كده دخلت الرطوبة النسبية في درجة الحرارة الجافة، لازم اكتب الوحدة بتاعتها اللي هي سيليزيوس اللي هي سي، او انا بكتب بالعربي بكتب مثلا 30 اكتب جنبها ميم اللي هي المئوية، او سي اللي هي سيليزيوس. طيب برضو هناخد نكمل بقية الأمثلة. نبص مع بعض المثال اللي جاي. في المثال اللي جاي اداك درجة الحرارة الجافة واداك الانصال بي. احنا بندي الامثلة دي كلها ليه؟ احنا بندي الامثلة دي عشان تطبق معايا والموضوع بالنسبة لك يبقى سهل، السنة كلها بتدور على الخريطة السيكرومترية. نبص كده مع بعض، اداك هنا بقى في المثال ده، انا بحاول اغير لك شوية. اداك في المثال ده ايه؟ اداك درجة الحرارة الجافة 35 واداك الانصال بي 74. طب انا بغير لك ليه؟ عشان هو مش اي حاجه تحت حفظها، انا درجه الحراره الجافه وبديك درجه الحراره الرطبه، انا حفظت الكلام ده، عملت الخط ده وعملت الخط ده، ابدا خلاص جبت النقطه وجبت الخواص. لا انا ممكن اني اجيب لك اي حاجه تانية، درجه الحراره الجافه اجيب لك رطبه اجيب لك انصلبي، المهم خطين هيتم التقاطع مع بعض في النقطه، النقطه دي هي الخواص اللي احنا هنشتغل عليها. طب نبص مع بعض بقى نكمل نشوف بقى درجه الحراره الجافه اديها لك 35 واداك الانصلبي 74. تعال نعمل الكلام دوت على الخريطة ونشوف. نمسك مع بعض نفتح الخريطة. عندي درجة الحرارة الجافة 35 وعندي الانصال ب 74. أنا عارف وتعلمت ودرست وحفظت إن درجة الحرارة الجافة هي الخطوط الرأسية. نبص كده مع بعض، عملت خط رأسي عندي 35 درجة. عشان أطلع النقطة محتاج معلومة كمان عشان اقدر اعمل بيها خط هيقاطع الخط ده في نقطه، ايه هي دي النقطه اللي انا عايزها. طب هو مديك ايه؟ مديك الانصلب. ما ينفعش اشتغل على الخريطه بنقطه واحده بس، لازم نقطتين او حاجتين، اسف حاجتين. عندك هنا الانصلب، الانصلب قد ايه؟ 74، يعني قبل ال 75 بحاجات بسيطه، 74 كيلو جول لكل كيلو جرام. طب كويس كده خطين، يبقى انا كده طلعت النقطة اللي موجودة على الخريطة اللي انا محتاج ان انا اجيب خواص الهواء كله عندها. طب واحدة واحدة كده، أول حاجة درجة الحرارة الرطب هو نفس الخط اللي هو بتاع الانصلبي، أنزل هنا أهو أجيب درجة الحرارة الإيه؟ الرطبة كام؟ هي مش 24 ولا 25، هي بين الاتنين يعني 24.5. موضوع بسيط. تمام نكمل بقى النقطة اللي بعدها. أنا عملت خط بالعرض
اول ما اشوف الخط اللي بالعرض ده على طول اجيب حاجتين، اجيب الرطوبه النوعيه واجيب نقطه الندى. يبقى انا عملت خط بالعرض عندي النقطه اللي انا محددها. نبص كده مع بعض، هنا اجيب الرطوبه النوعيه، هنا اجيب، ها كويس جدا، نقطه الندى. نبص كده كام بقى عندك هنا؟ عندي هنا هي بعد ال20 بحاجات بسيطه، يعني تقريبا ممكن تبقى 20.5 درجه مئويه اللي هي نقطه الندى. طيب الرطوبه النوعيه، الرطوبه النوعيه تقريبا هي 15 من 1000 على طول، هي وعلى نفس الايه الخط. طيب بعد كده نعمل بقى الخط ده، اول ما شفت الخط اللي هو المايل بالكيرف ده عرفت على طول اللي هو ال ان ايه، ها الرطوبه النسبيه. طيب الرطوبه النسبيه كانت هي واقعه بين خطين، هي مش واقعه الخط مباشره، هي واقعه بين ال40 وبين ال50. ما ينفعش يقولوا عليها ولا 40 ولا 50، هي حاجه بين الاثنين، هتبقى حاجه و40. كام بالظبط؟ هي طبعا مش هنقدر نقول هي قبل ال45، يعني ممكن نقول 43. كويس جدا 43. طيب نشوف كده مع بعض، فاضل لي ايه؟ فاضل لي اخر حاجه اللي هو الحجم النوعي اللي هي الخطوط المايله. نبص الخط المايل ده، انزل تحت هنا واجيب الايه الحجم النوعي، الوحده بتاعته متر مكعب لكل كيلوجرام. كام بقى القيمه؟ طلعتها كام؟ عندي هنا هي واقعه بين ال89 من 100 وال90 من 100. طيب بس هي طبعا ايه، هي قبل الايه، قبل النص بحاجات بسيطه، يعني هم كاتب انا 89 من 100 وازود بعدها رقم، طبعا على حسب بعده من ال89 من 100 هو تقريبا 4، يعني هتبقى 89 او 894 من 1000. طب تعالى بقى نطبق المثال ده معانا، على نطبقه مع بعض كده واحدة واحدة. عندي المعلومة اللي عندي اللي هي درجة الحرارة الجافة 35 والانصلبي 74. عندي هنا درجة الحرارة الجافة 35 وعندي الانصلبي 74. لازم اكون منظم جدا في اجابتي عشان اقدر اقنع اللي بيصحح لي الورق ده اللي انا ايه شاطر وفاهم. درجة الحرارة الجافة حطيت له الوحدة بتاعتها ايه، الرمز بتاعه ايه، كتبت له قيمة، عملت له جدول محترم زي ما احنا شايفين كده. ابدأ اشتغل بقى على الخريطة واحدة واحدة. اول حاجة قال لي درجة الحرارة الجافة اللي هي دراي بالب تمبريتشر 35. عندي هنا واحدة واحدة كده درجات الحرارة تحت ايه ورا بعض، 20 25 30 35 40. انا عايز ايه؟ 35 صح؟ يوم اعمل كده من عندها خط رأسي، او نخلينا باللون الازرق كده، كده خط واضح عندي 35. بعد كده عندي الايه الانصلبي كام؟ 74. نبص كده، عندي هنا 70 وعندي هنا 75، يعني هو تقريبا هنا هم خط موازي لأقرب خط للانصلبي، هو ده كده تقريبا. طبعا بالطريقه دي انا كده جبت ايه النقطه، هي دي النقطه اللي انا عايزها. طيب نتحرك كده واحده واحده عند النقطه دي، محتاج بقى اجيب بقى كل الخواص. هجيب الخواص، اول حاجه اجيبها ايه، اول حاجه سهله قدامي اللي هي ايه درجه الحراره الرطبه. درجه الحراره الايه الرطبه عندنا 20 21 22 23 24 24 وايه ونص، 24 ونص. تمام سهلة جدا اهي. طب نكمل من الحاجات السهلة اللي بنعملها بقى اللي هو الخط اللي بالعرض ده.
الخط العرض ده بجيب منه حاجتين. نعمل خط بالعرض. نبص كده مع بعض. دي ودي. ايه دي؟ دي الرطوبة النوعية اللي هي الدبليو، اللي هي كيلو جرام مية على كيلو جرام ايه؟ هو بكام؟ 15 من 1000. روح عند الرطوبة النوعية اهي واكتب ايه؟ 15 من 1. كويس جدا. طيب الناحية التانية قلنا هنجيب نقطة الايه؟ الندى. نقطة الندى فين؟ اهي. كام؟ هي تقريبا عندي هنا 15، ادي 20، هنا 25، يعني الشرطة بواحد. عندي هنا 20، هي بين الشرطتين دول، يبقى 20.5. 20.5. طيب نيجي بعد كده، عايز اجيب الرطوبة النسبية. في الخطوط الرطوبة النسبية عندك هذا الخط اهو، 10%، 20%، 30%، 40%، 50%. النقطة دي وقع بين خطين، ايه هما الخطين؟ الخط اللي هو بتاع ال 40% والخط بتاع ال 50%. ما ينفعش اقول ولا 40 ولا اقول 50، هو بين الاثنين، يعني هتبقى حاجة و40. كام و40؟ أول حاجة الأسهل ليا أشوفها هي في النص، في النص تبقى هنا. لا ده هي مش في النص، ده هي قبل النص كمان. يعني مثلا هتبقى مثلا 43، يبقى 43%. 43%. 43%، ماشي. آخر حاجة بقى الحجم النوعي. فين الحجم النوعي؟ الحجم النوعي إحنا قلنا الخطوط اللي هي المايلة اللي إحنا شايفينها دي. طب أنزل كده خط مايل. بالشكل ده. نبص بقى كده مع بعض. آدي 89%. ودي عندي 90%، 89 و90. هي ولا واقعة على ده ولا واقعة على ده، هي بين الاتنين. أول حاجة اكتبها القيمة الصغيرة عشان أنا ما اتلخبطش، أنا بتكلم عشان ما إيه ما نتلخبطش في موضوع زي ده. 89%، وأزود رقم. الرقم ده أزوده من 1 لـ10، من 1 لـ10 على حسب بعده وقربه. أنا هنا إيه؟ أنا بتكلم هنا لو في النص هتكلم مثلا على احط 5، يبقى ايه؟ 895 من 1000. طب هي لا، هي قبل النص بحاجات بسيطه، يبقى ممكن اقوم حاطط ايه؟ 4، يبقى 894 من 1. يبقى انا عن طريق حاجتين انا حطيتهم عندي، او حاجتين اتنين من خواص الهواء جولي، قدرت ان انا اجيب الخمس خواص الباقيه. يبقى عن طريق حاجتين اعمل خط واعمل خط، الاتنين يتقابلوا مع بعض في نقطة، من خلال الكلام ده اقدر اجيب ايه؟ بقيت خواص الهواء. عندنا بالنسبة بقى لايه؟ ظروف التشغيل المناخية طبقا للكود المصري، تمام؟ بيعتبر مناخ جمهورية مصر العربية بصفة عامة مناخا جافا، حيث بترتفع فيه درجة الحرارة كلما اتجهنا جنوبا، والرياح السائدة أغلبها شمالية غربية، وتنقسم السنة إلى 4 فصول، وهي فصل الصيف، فصل الربيع، فصل الخريف، فصل الشتاء. أنا بكتب الكلام دوت ليه؟ أنا يعني إيه الفصول اللي أنا بكتبها دي؟ لأن عندك درجة الحرارة، أنا لما أجي أصمم جهاز تكييف عندي في فصل صيف وعندي فصل شتاء. في درجة حرارة المفروض إن أنا مثلا في الصيف مثلا 40، أنا محتاج أنزلها عند 22، وفي الشتاء عندي مثلا 17 16، محتاج إن أنا أرفعها ل 22، محتاج إن أنا أعرف الظروف المناخية الموجودة هنا في مصر والموجودة في أي محافظة تانية، فرق بين أسوان وفرق بين القاهرة. يبقى إحنا كده النهاردة اشتغلنا على الخريطة السيكرومترية، خدنا أمثلة ليها، عرفنا نحدد كل خط، عرفنا نحدد كل خط، وعرفنا إن بحاجتين من خواص الهواء انا اعرفهم او هم بيجولي، اقدر من خلالهم ان انا اجيب بقيه خواص الهواء كلها. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اشكركم جدا واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه القادمه. شكرا جدا.